الجامعه الترابيه بسيدي جابر اقليم بملال تركيا مونتيه الجامعه الاخت سكينه. أتقدم بالشكر لجمعية انطلاقة وجمعية الكرازة، ممثل الأكاديمية الجهوية، ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ممثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مهم السيد الرئيس كان غادي يحضر ولكن نظرا لبعض الالتزامات. كما كنعرفوا جميع التعليم الأولي هو لبنة من اللبنات الأساسية لمنظومة التربية والتعليم بالمغرب، إذ يساهم في تأهيل الطفل للمدرسة الابتدائية كونه فرد من أفراد المجتمع يجب الاهتمام به وتنمية شخصيته وقدرته ومهاراته ليكون شخصا سويا مستقلا بذاته. وكما جاء التعريف ديال التعليم الأولي بالرافعة الثانية من الرؤية الاستراتيجية، فالتعليم الأولي هو القاعدة الأساس لكل إصلاح تربوي مبني على الجودة وتكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف وتسيير النجاح في المسار الدراسي والتكويني. هذا من جهة. فيما يخص حصيلة الأنشطة للجامعة سيدي جابر الخاصة بالتعليم الأولي، فجامعة سيدي جابر وقعت عدة شراكات مع جمعيات مسيرة لأقسام التعليم الأولي تراب الجامعة، جهزات قسم خاص بذوي الاحتياجات الخاصة بمدرسة سيدي جابر، عندنا 22 مربية مكونة يعني تستخدم التكوينات، والتعليم الأولي معمم 9 دواوير اللي تابعة الجامعة. بالنسبة لمدرسة سيدي جابر عندنا 4 الأقسام و4 المربيات، 106 متعلم. مدرسة حمزة بن عبد المطلب فيها قسم و3 ديال المربيات. مدرسة أولاد سيميمون 2 ديال الأقسام، واحد في الفرعية واحد في المركزية، 3 ديال المربيات. التلاميذ ديال الفرعية كاين 20 متعلم، المتعلمين بالمركزية 63 متعلم، مع أنه كوني مربية مدرسة أولاد سيميمون سجلنا 82 تلميذ في البداية ديال الموسم الدراسي. وبهذه المناسبة كنبغي نشكر المدير الأكاديمي حيتاش كان عندنا واحد المشكل ديال الاكتظاظ، وكان في الأول عندنا غير 2 ديال المربيات، وبالمداخلة ديال المدير الأكاديمي تحل المشكل وجات الفيدرالية احتضنات القسم. مدرسة بوحجر عندنا قسم و2 ديال المربيات. المدرسة ديال الرويشية عندنا قسم اللي هو في إطار البناء. القرية النموذجية 4 ديال المربيات و4 ديال الأقسام. مدرسة القراقب 2 ديال المربيات و2 ديال الأقسام. كوماكري 3 ديال الأقسام و3 ديال المربيات. ومستقبلا إن شاء الله نطمح لتتمة التعميم التعليم الأولي بجميع تراب الجامعة. وبالنسبة للمشاكل اللي كنلقاوها قلة التجهيزات والمساحات بالمدارس فين يكون واحد اللي كافيه للعب ديال الاطفال. حاجه اخرى سميتو تحدثت الاخت قبيله على المرافق الصحيه والماء. الحمد لله الجامعه ديال سيدي جابر قدرات انها تزود جميع الدواوير اللي تابعه لها بالماء الصالح والشرب، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا. شكرا الاستاذه امتلت جامعة الترابية سيدي جابر بإقليم بملال على مداخلتها المقتضبة والمهمة، وأيضا أبرزت ما كنا نبحث عنه وهو التزام الجامعة، يعني ما قامت به الجامعة فيما يخص النهوض بالتعليم الأولي، وكذا التزامها بتعميم التعليم الأولي في مجال تدخلها. الآن نمر للمداخلة الرابعة ويتعلق